أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد من محافظة الجيزة. هنا في محافظة الجيزة في شارع أحمد عرابي، والأخص كوبري مشاه أحمد عرابي في حي العجوزة بمدينة الجيزة، حدث اليوم في تمام الساعة 7 صباحا كده حادث أسفر عن وقوع كوبري المشاه الخاص بشارع أحمد عرابي. كما نرى في هذا البث المباشر الكوبري طبعا الحادث كما نرى في هذا اللايف ان الحادث بسبب دخول عربية نجل كبيرة داخلة في الكوبري، زي ما احنا شايفين هي اللي عملت كده في الكوبري، وأسفر الحادث عن تعطيل الحالة المرورية وهنا وفور تلقي مديرية الأمن بهذا الأمر، وصل مدير الأمن ومحافظ الجيزة وهم الآن موجودين، بوصول أيضا قوات الحماية المدنية وقوات مديرية الأمن والإسعافات. وإلى الآن نرى الجانب الآخر من المرور متعطل تعطيل تام. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، نصب لكم الأخبار أول بأول. معكم نادر أبو شنيف مراسل موقع بصراحة الإخباري في كل مكان. طبعا الكوبري المشاهدة كان رابط الجانب الأيمن بالجانب الأيسر لعدم توافد الحوادث بين المرة، ولكن الآن بعد هذا الحادث أصبح الأمر صعب على المارة، كما نرى صعوبة في المرور بسبب هذا الحادث المريب. عربية نجل كانت هي السبب في ان كوبري المشاه في احمد عرابي سقط كما نرى. تقديس امني كبير جدا نحو الجانب الساقط من الكوبري. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، كما نرى الآن تعطيل الحالة المرورية في الجانب الآخر من شارع أحمد عرابي. وكما يعاني الآن السادة المرة من صعوبة المرور بعد انهيار أو سقوط كوبري المشاه في أحمد عرابي. تابعوا معانا لحظة بلحظة أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة. تجديد أمن كثيف. you
أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، معكم نادر أبو شنيف من شارع أحمد عرابي. كما نرى الحادث الذي تم في صباح اليوم هو انهيار كوبري المشاة في أحمد عرابي، كما أيضا رأينا محافظ القاهرة محافظ الجيزة ومدير أمن الجيزة الآن متواجدين بالكثافة الأمنية، ونرى أيضا وجود الحماية المدنية وشرطة الإنقاذ والأسعافات بسبب تعطيل المرور. وأسفر هذا السقوط عن تعطيل الحالة المرورية كما نرى. أعزائي المشاهدين ومتابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، دمتم في أمان الله وحفظه. كان معكم نادر أبو شنيف من أمام كوبري المشاه بأحمد عرابي، دمتم في أمان الله وحفظه. حبس يقولون هذا محمود هيعمل ايه معايا.